بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، مع طريقة جديدة من أو فائدة جديدة من فوائد دراسة تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة كيفية صياغة شجرة الإسناد. لأنه عندنا ابتداء نقوم بعملية التخريج، ثم توثيق المصدر وهذه شرحناها، ثم رسم شجرة الإسناد وقد سبق. الآن نأتي إلى المرحلة التالية، وهي كيفية يعني صياغة هذه الشجرات المرسومة. لابد أن يعلم الطالب أن صياغة التخريج على 3 صيغ. الأولى الصياغة المختصرة، وهي عبارة عن إسقاط وحذف كل هذه الحلقات الموجودة، ونقول أخرجه البخاري في مثلا في موضعين، وأبو داود في موضعين، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق سليمان التيمي عن أنس، أو من طريق أنس مباشرة. وهذه الصياغة مختصرة جدا، لا نعول عليها، ولم يستعملها إلا قلة قليلة، وهي يعني لا تعبر عن فهم دقيق للصياغة. الصياغة المعتبرة الآن فقط الصياغة المتوسطة والصياغة المطولة. قبل أن أشرح وأشرع في صياغة أو في تعليم الصياغة المطولة والمختصرة، لابد أن أشير إلى مسألة مهمة. في حال ذكرت المصدر مثلا البخاري أبو داود مثلا، ثم أردت أن تذكر اسم الشيخ مباشرة، في هذه الحالة تقول عن فلان، يعني أخرجه البخاري وأبو داود عن محمد مباشرة. أول ما أسمع أنا صاحب المصدر الأصلي يروي عن فلان، أعرف أن هذا هو شيخه. لكن في حال أسقطنا محمد ابن كثير ونريد أن نذكر سفيان الثوري، نقول من طريق، مباشرة أعرف أنه بين المصدر الأصلي وبين هذا الشيخ المذكور الآن واسطة أو أكثر. إذا أردت أن أسمي شيخ المصنف أقول عن فلان، فهنا أخرجه البخاري عن محمد. أردت أسقط محمد وأسمي شيخ شيخه، فأقول أخرجه البخاري من طريق، أو أخرجه البخاري من طريق سليمان، أو أخرجه البخاري من طريق أنس ابن مالك. المهم أعرف إنه كلمة من طريق يعني في واسطة محذوفة، واسطة، واسطتين، 3، لكن عن مباشرة أعرف إنه هنا في اسم الشيخ هو المذكور مباشرة. مثلا أخرجه البخاري عن آدم، أخرجه مسلم عن ابن نمير، أخرجه مسلم عن أبي كريب، أخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس، وهكذا. إذا في عندي عبارة عن فلان ومن طريق فلان. من طريق هي لوجود واسطة، عن فلان يعني ذكر اسم الشيخ مباشرة. الصياغة المطولة هي عبارة عن ذكر جميع حلقات الإسناد دون إسقاط أي واسطة منها أو أي حلقة منها. مثلا أول واحد عندنا أخرجه البخاري وأبو داود، الآن لابد أن أذكر محمد بن كثير، فأقول أخرجه البخاري وأبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، وأقف، لأنها نقطة التقاء هنا، هؤلاء كلهم يلتقون في طبقة واحدة، أقف عند كل نهاية كل طبقة. أخرجه البخاري وأبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، وأخرجه البخاري عن آدم عن شعبة، ثم أقف، وأخرجه مسلم عن ابن نمير عن حفص بن غياث، وأقف، وأخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي خالد الأحمر، ثم أقف، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير، وأقف، وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، ثم أقف، وأقول أخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان، وأقف، وأخرجه النسائي أيضا عن عمران بن موسى عن عبد الوارث، ثم أقف، ثم أخرجه ابن ماجة عن ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
ثم أقول بعد ذلك في سطر جديد: جميعهم حسب الترتيب الذي ذكرته آنفا، سفيان الثوري وشعبة وحفص. طبعا الطالب حيقول لك كلمة جميعهم خلاص ما هي واضحة في الشجرة. هي واضحة بالشجرة في الشجرة بالنسبة لك، لكن القارئ لابد أن يعرف ما المقصود بجميعهم. إذا نقول الآن جميعهم، نفتح قوسين نكتب في داخلهما: سفيان الثوري فاصلة شعبة فاصلة حفص فاصلة أبو خالد فاصلة زهير فاصلة سفيان فاصلة معتمر فاصلة عبد الوارث فاصلة يزيد عن سليمان التيمي عن أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. إذا نلاحظ هنا أن الصياغة المطولة لم نسقط فيها أي أحد من الرواة المذكورين. إذا أخرجه البخاري وأبي داود عن محمد عن سفيان وهكذا، هذه المطولة. الطبقة المطولة حين وضعناها باللون الأحمر لأن الصياغة المتوسطة تترتب على معرفة الطبقة المطولة، بمعنى أنه الآن اخترنا هذه الطبقة المطولة مباشرة بتكون اللي فوقها مباشرة اللي هي الصياغة المتوسطة، فاللي هي الآن موجودة باللون الأخضر. وبالتالي الآن لو طلبت من الطالب يصيغ صياغة مطولة مباشرة يذكر لي الطبقة الحمراء، وأخرجه البخاري وأبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان، لكن المتوسطة سيسقط جميع ما خط باللون الأحمر ويذكر التي فوقها مباشرة اللي هي باللون الأخضر، فبتصير الصياغة المتوسطة كالتالي: أخرجه البخاري وأبو داود من طريق سفيان. احنا اتفقنا في حال إسقاط الواسطة من طريق، في حال ذكر اسم الشيخ نقول عنه. الآن احنا في صياغة متوسطة، الصياغة المتوسطة يعني سنسقط من كتب باللون الأحمر، إذا ستصبح الصياغة: أخرجه البخاري وأبو داود من طريق سفيان الثوري، وأخرجه البخاري من طريق شعبة، وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث، وأخرجه مسلم أيضا من طريق أبي خالد الأحمر، وأخرجه أبو داود من طريق زهير، والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي من طريق معتمر، والنسائي أيضا من طريق عبد الوارث، وابن ماجة من طريق يزيد ابن هارون. جميعهم كما قلنا يعني سفيان وشعبة بين قوسين طبعا حفص أبو خالد، جميعهم حتى يزيد، إلى أن نختم الجميع ثم نقول عن سليمان التيمي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. تبقى المسألة وهي قضية يعني إن النسائي مثلا، هنا في عندي موضعين للنسائي. بالمناسبة إذا كان النسائي يعني قد رواه بنفس الرقم يعني يصح أن أدمجهما معا، فأقول أخرجه النسائي من طريق معتمر ابن سليمان ومن طريق عبد الوارث، أخرجه النسائي من طريق معتمر وعبد الوارث، إذا كان يعني يشتركان في نفس الرقم. أما إذا كان في موضعين مختلفين لا، أفصل كل واحد منهما، أقول أخرجه النسائي عن معتمر بن سليمان والنسائي عن عبد الوارث، حينتها في هذه الحالة أعرف أنه الموضعين يعني على اختلاف في التوثيق. ومثله مسلم طبعا غالبا نفس الرقم، فيصح أن أقول أخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر لأنما يحملان نفس الرقم. لكن ننظر هنا البخاري في موضع وأيضا الموضع الثاني، في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن الصياغة على ثلاث أنواع، ثلاث صيغ: المختصرة، وهذه طبعا احنا لا نعول عليها ولا نطلبها من الطلاب لأنها لا تفيد علما، تنحصر الصياغة في نوعين اثنين فقط: المطولة والمختصرة، المطولة والمتوسطة. المطولة نذكر فيها جميع الحلقات دون إسقاط، فنقول أخرجه البخاري وأبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، ثم نقف، ثم نقول أخرجه البخاري عن آدم عن شعبة وهكذا. أما المتوسطة فنقوم بإسقاط الطبقة المطولة التي تم اختيارها وهي أمامنا باللون الأحمر، ثم نذكر ما كتب باللون الأخضر، وتصبح الصياغة: أخرجها البخاري وأبو داود من طريق سفيان، والبخاري من طريق شعبة، ومسلم من طريق حفص، وهكذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.